طب باسل بيقول هل ناجلزمان قادر على قياده المان يونايتد؟ هو ناجلزمان ده اختراع برضه في الكوره بصراحه. هو قادر بس قادر. بس انا استيل عندي حته ناجلزمان برضه مش قادر. ليه؟ ليه؟ عشان مبهر. المدرب لازم يبقى مبهر للاعيب، وهنا ملهاش علاقه بالسن. ناجلزمان بيقدم كوره جديده، فاللعيبه بتنبهر باللي هو بيقدمه. انا متفق معاك في دي قوي. فلو راح مانشستر يونايتد هيبهر اللعيبه، فهيسيطر عليهم، فهيطلعوا احسن ما عندهم. انا وصلت المرحله مع ناجلزمان ده وانا بتفرج على لايبزيج من قبل ما يمسك انت ما تعرفش. هو مبدع من ايام هوفنهايم قوي. انت ان في مراكز، انت يعني في لعيبه انت مش عارف مركزها، مش عارف فين. لا فعلا بجد والله، فعلا انت يا ابني بتلعب ايه يعني؟ ده تعرفش تعرفش مركزه وينه ايه؟ لا لا لا، هو مدرب هايل. مدرب اختراع. فانا بشوف ان هو لو قادر ان هو يمسك مانشستر يونايتد طبعا قادر. عشان كده بقول لك مانشستر يونايتد مش لاقيين المدرب الفرصه، فخلاص بقى عكب عك سيب سولشاير، لان يعني هو زيدان. يعني احنا بنتفق ان مانشستر يونايتد مش في التوب فور السنه دي. لا انا شايف ان هو صعب قوي يبقى في التوب فور قوي. يعني انا يعني لا يعني ممكن احط كونتي يجي مع توتنهام من تحت. طب انت سالتني عن تشيلسي وما خلصناش تشيلسي. تشيلسي خلص فين؟ لا تشيلسي اول تاني. حلو. ليفربول تالت رابع. تالت رابع انا بقول السيتي. تاني تالت. السيتي اول تاني وانا معاك في السيتي. طب تعالى نتكلم في السيتي عشان احنا ما اتكلمناش في السيتي. طبعا هو الناس كاتبه لو هاري كين كان جه ناس ايه ولا الدوري يا رحمن الله دول انا هو مصر كلها او العالم كله دول يعني. مش ناس هاري ده انا. هاري كين لو راح مانشستر سيتي فريق مهول، مش هتعرف توقفه. كم الفرص اللي بتتصنع واللعيبه اللي قدام بيحصل لهم حاله تربنه مش طبيعي. فريق يا جماعه بيب جوارديولا مهما كان عليه اختلافات راجل مش طبيعي في كره القدم يا عمر. انت بتشوف كميه مختلف. مش ممكن كميه الحلول اللي بيوجدها. انا اصلا عايز اقول لك على حاجه. فاكر لما كانسيلو مشي من يوفنتوس وراح فاكر يا اخويا انت قلت لي يعني يا جدع كانسيلو. المشكله ان كانسيلو تالق تقريبا في كل مراكز السيتي الا الباك اليمين. يعني انا كنت بتكلم حتى مع حد زمايلنا قال لي يعني انا مش فاكر ماتش للسيتي باك رايت كان كانسيلو متالق فيه. لا ده مدرب متالق كباك شمال وكتالق في نص الملعب وتالق كل حاجه كل حاجه. هو وانت متخيل بقى ان في اخر ثلاث مباريات لمانشستر سيتي هو اللي صنع فرص اكتر من دي بروين وجريليتش وستيرلينج والناس دي كلها واكتر لعيب السيتي كل ده من غير دي بروين. لا دي بروين اصلا لسه ما جاش. روديجر خلص عليه خبط في حيطه. خبط في اليورو في الدوري في كله خبط في حيطه. وهو اكتر لعيب استلم الكوره. يعني بناء البيلد اب بتاع مانشستر سيتي بيبدا على كانسيلو. فهو لا ده حل. مين اللي وجده؟